السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده هنتكلم مع بعض عن مواليد برج الاسد اللي هم بشرني بهم وانتظر منك وانت خير المبشرين كلها. هنشوف برج الاسد مخبي لك ايه الفتره اللي جايه. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بسم الله. اول حاجه زي ما قلت لك، ابتعد عن اي حاجه ممكن تعصبك او تضايقك الفتره دي. هتقول لي ليه؟ هقول لك علشان في كلام، مش في نميمه، في كلام عليك. ده انت عملت، ده انت عملتي، ده. والمشكله في حاجه، انتوا قلبكم طيب جدا. اقرب مليك، انا مش بشككك في اقرب مليك، هم اقرب مليك بيكونوا عارفين عنك كل حاجه، ما بالك هم عارفين عنك كل حاجه وحاسدينك. فيا ريت تكتم شويه وتداري. خد ريست كده، خد بريك لنفسك وخد نفس عميق واهدى وهديلي اعصابك الفتره اللي جايه، لانهم هم مركزين معاك جدا. الفتره اللي جايه دي هيكون عندك تغيير وضع، تغيير مكان، سلطه جديده، حاجه جديده، الله اعلم، بس هيكون عندك خير. انت دايما طاقتك طاقه روحانيه بتمر بيها وبتوزعها على كل الاشخاص اللي حواليك. محدش يعرف يضحك عليك، محدش يعرف يستغلك، بس برضو مهموم. يعني انت لو مفيش حاجة أثرت عليك، حالتك النفسية اليومين دول يعني زعلان من تقلب الأمور، اتصدمت، لحد الآن بتعاني من صدمة، حد عندك بيعاني من صدمة، الله أعلم. عندك عودة غايب علشان في لقاء أو في مكالمة مع حد غايب عنك، وفي نفس الوقت هيكون في حاجة حلوة هتفرحك، هتسمع صوت حد، الصوت ده هيفرحك، هيرد فيك الروح، الله أعلم. بس في كلام عندك وفي بعض الأمور الحلوة، خلي بالك. أنت في شخص بيراقبك من بعيد وبيحاول دايما يتكلم عليك، بيحاول دايما يجيب سيرتك، بيحاول يعرف انت بتاكل ايه، بتشرب ايه، نايم ازاي، بيتدخل في حاجات ما تخصهوش. الشخص ده عايزك تحذر منه وتخلي لي بالك من نفسك كويس جدا، علشان خاطر هنا العين كبيرة عليك وانت مش ناقص. عندك بعض المواجهات الفترة اللي جاية هتكون في صالحك، انت مقدم على شغل، مقدم على سفر خارج البلد، الله اعلم انت مقدم على ايه، او محكمة عندك. كل اللي عندك ده ليه خير، يعني اللي جاي ده هيكون فيه خير ليك، وفي اخبار كمان حلوة هتحصدها من بعد التعب اللي انت مريت بيه الفترة اللي فاتت. فعايزك تبشر خالص ان انت هيكون عندك تغيرات كتيرة حلوة. انت هنا بتعيد حساباتك، بتعيد امورك، بتظبط ورقك، بتظبط اشياء موجودة، الله اعلم. بس انت هنا شايف في امور هتكتشف قدامك، وخلي بالك ان انت ممكن تتعرض لموقف محرج من صديق او من حد مقرب. فدايما اقولك عيد ترتيبك في امورك وما تطلبش المساعدة من اي حد، علشان خاطر انت مش محتاج مساعدة، كده كده المساعدة جيالك جيالك، والاخبار السارة هتلاقيها بتتقدم ليك من عند ربنا. البشر السارة دي كلها هتتوزع عليك. ليه؟ علشان انت دايما مؤمن بالله، وطول ما انت مؤمن بالله عايزاك بقى تخلي بالك كويس جدا الفترة دي على العيلة، يعني العيلة او عيلتك او عيلة الشخص اللي موجود في حياتك، الله اعلم. بس عايزاك من اكتر الفترات الايام دي تخلي لي بالك من العيلة كويس جدا. ليه؟ عشان في راحة بال، راحة بال طال انتظارها. خلي بالك انت ما عادش عندك رصيد ان انت توزعه على الاخرين. في هنا قرار او ثقة، في ثقة بالنفس هتاخدها، يعني ثقتك بنفسك هتزيد، هترتفع من شأنك. خلي بالك ان انت هنا برضو بتسأل عن حمل او خبر هيخص حمل، صح الكلام ده؟ في اخبار تخص اطفال باذن الله، هيكون عندك اخبار حلوة. بس خلي بالك من طاقة السحر اللي بتتجدد لك من اشخاص مقربة لحياتك، وعشان كده من اكتر الفترة دي انت بتعاني من خمول وكسل. بس زي ما قلت لك، في فرحة بشراء امور جديدة، بايام حلوة باذن الله. انت واثق، وطول ما انت واثق هتلاقي الخير والرزق والتفاؤل والسعادة في امورك. بس بلاش فترة اللخبطة اللي انت بتعيش فيها، بلاش الاحباط اللي انت مدخل نفسك فيه. انت كل توقعاتك بتدل ان انت عندك بشر حلوة، عندك راحة من بعد الخزلان اللي انت شفته في حياتك. طيب عايز اقول لك على حاجة، انت لو الايام دي عدت امورك ووزنت حساباتك، هيكون عندك خطوة 2 3 4 5 حلوين جدا،
وهتوازن امورك. والفتره دي يعني انت هتسمع الخبر الحلو اللي طال انتظاره ان شاء الله باذن الله. في شخص انت بعدت عنه، الشخص ده كان بيستغلك وغلط في حقك وخرجته بره حياتك، عايز اقولك ان هيجيلك 100%، علشان برضو في حد وصل له حاجه عنك، فهيبقى في كلام الايام اللي جايه وهيحاول يعني هو كده هيرجع لك، وساعتها القرار هيكون قرارك انت. بس انا دايما اقول لك ان انت عندك حنين واشتياق ولهفه. يا هل ترى الحنين والاشتياق اللهفه ده لمين؟ مين الاشخاص اللي انت مشتاق لهم ونفسك تشوفهم، اشخاص نفسك تتكلم معاهم؟ الله اعلم. بس انت دايما اقول لك عندك اشتياق ولهفه، والاشتياق واللهفه دي ربنا هيجمعك بمن تحب الفتره اللي جايه، علشان خاطر اللي انت شفته في حياتك مش قليل. انت شفت كتير من قساوي ومن حزن ومن غدر، شفت اتطعنت اكتر من مره، خاب ظنك في ناس كتيره جدا، بس ربك هو قادر على كل شيء. وعلشان كده عايزك تخلي بالك من نفسك، والصراحه اللي في العلاقه بينك وما بين الشريك مش عايزاها تكون طول الوقت، بلاش تكون صريح في طول الوقت، بلاش يعني تحط نفسك في شخصيه مش شخصيتك، لا انت تعامل بطبيعتك. الشريك كمل معاك كمل، ما كملش اوعى ان انت تحاول ان انت تعمل شخصيه مش شخصياتك، لا انت تعامل معاه بطبيعتك. في ست هنا، الست دي عاوزه تاذيك باي طريقه، الست دي بتلف حواليك، بتلف حوالين رقبتك علشان تخنقك وتموتك، فيا ريت ما تامنش لاي حد. كفايه اللي انت فيه، اللي انت عشته مش سهل، اللي انت عشته كان صعب على اي حد انه ممكن في يوم من الايام يعيشه، بس انت استحملت، وعلشان استحملت عوض ربنا هيتقسم عليك على كذا مرحلة. اتصال مفرح، بشرة خير، وفرحة بقضاء حاجتك باذن الله. لو كان في ورق في المحكمة عندك فهيخلص، ما تقلقش خالص. ورسالتك عايزاك تطمن، علشان لو جات لك الفرصة تكون انت يعني على قد ما الفرصة بتتأخر عليك، علشان لما تجيلك تكون انت منتظرها، او تكون انت طال انتظارها. وطول ما في حاجة طال انتظارها في حياتك صدقني هتعيش فترة من الراحة. ما تزعلش على اي شخص سابك متعمد، وما تعلقش نفسك باي حد ممكن في يوم من الايام ان هو يسيبك. شايف القلب الموجوع اللي عندك ده والمواضيع اللي شغلة بالك من تقلب المزاج، صدقني ايامه هتعدي وهتلاقي قد ايه تعويض ربنا عليك باذن الله. يعني حاول، انصحك ان انت تعيد امورك وتعيد حساباتك وتستغل كل فرصة موجودة في حياتك الفترة اللي جاية، علشان خاطر هتجهز نفسك لفرح وغنى الايام اللي جايه. في كمان هنا طاقه، والطاقه دي هتكون حلوه. انت بدات تلغي صداقه، بدات تلغي ناس من حياتك ازيوب، بدات تتغير، بدات تعمل حاجات كتيره جدا مختلفه، وان شاء الله باذن الله هيكون عندك خير هتحصده. وزي ما قلت لك طاقتك جميله، بس خلي بالك من العيون اللي راشقه في حياتك بشكل كبير بشكل مستمر، عيون ملهاش اي 30 لازمه. وخلي بالك كمان ان انت الفتره اللي جايه هيبقى في تقدم عندك، وهتلفت انتباه ناس كتيره جدا بالحاجه المميزه اللي انت هتعملها في حياتك ان شاء الله باذن الله. نشوف بقى الفنجان، يمكن اخبار حلوه كده زيكم. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. انا اكتر من مره قلت لك ما تخليش حياتك كتاب مفتوح، انت قلبك طيب جدا، من كتر طيبه قلبك اختياراتك ساعات بتكون غلط. شخص عاطفي عندك هنا، مؤامرات عليك او كلام عليك او تهمة مرمية عليك انت ملكش فيها ذنب، او انت يعني حاجة انت ما عملتهاش هم رامينها عليك. قدامك كام خطوة وهتوصل لك الورقة اللي طال انتظارها، او المكالمة اللي انت اللي مستنيها. بس خلي بالك ان انت حاليا في معظم قراراتك حيران ومش عارف تاخد القرار الصح، اهملت، انت مهمل اليومين دول، اهملت في صحتك، اهملت في اكلك، اهملت في حاجات كتيره جدا، وعلشان كده بدات تظهر عليك تظهر عليك كده اعراض غريبه، بدات تظهر عليك حاجات
غريبة في حياتك، يعني بدأت تلاقي نفسك كسلان، مخنوق، متضايق، حصل دايما عندك تأجيل في أمور، تأجيل في مواجهات، تأجيل في حاجات في حياتك. فما تقلقش، كل حاجة بتتأجل اتأكد تماما ان هي من صالحك. بص، انت هنا عندك ضغط، الضغط ده انت مش مرتاح فيه، يعني انت من كتر الضغط اللي انت فيه مش مرتاح. عندك خبر حلو، الخبر ده هيجيلك علشان انت مستنيه على نار، يعني اقدر ابشرك واقولك الخبر اللي انت منتظره ومستنيه على نار هيجيلك. في هنا بينك وما بين الشريك كلام، بينك وما بين الشريك نفور، وفي تعقيد، في عقبة موجودة بينك وما بين الشريك. انت حطيت حد بينك وما بين علاقات، بينك وما بين اشخاص. عندك انسان هنا في حياتك دايما يعني بيفكر فيك، عايز يكلمك بس متردد، عايز ياخد خطوة اتجاهك، او عايز يبقى يكون في كلام بينك وما بينه. حاول تحسم مواضيعك اكتر، حاول ان انت ما تكونش متردد وتكون متقلب المزاج الايام دي. عندك شخص هيدخل حياتك وهيبقى في كلام بينك وما يعني في كلام بينكم وبين بعض. افكارك الفتره دي انت يعني مندفع، بتفكر، هيكون عندك اجتماع، عندك امور احسن من الاول. واقدر اطمنك وابشرك ان انت عندك لا اما سفر لا اما تغيير عتبه، انت هتاخد خطوه لقدام. خلي بالك انت هنا بتكلم حد على فلوس، او في فلوس جايه لك، في موضوع فلوس. الفلوس اللي هتجيلك دي هتسد منها مبلغ، علشان انت من كتر الديون اللي عليك، وانا دايما اقول لك الديون وجعت لك ظهرك، انت ما بتحبش تنام ويكون في فلوس عليك، وعلشان كده من اكتر الايام دي مارر بازمه ومشكله وبتحاول تخرج نفسك منها. صدقني ربنا هيفك كربك وهيخرجك من الهم اللي انت فيه. انت ما بقتش تقول في حاجه اسمها حب، يعني على قد ما انت عاطفي ودايما بتدور على الحب، بتدور على الحنان، بس دايما بتحصل لك عراقيل ومشاكل، دايما بتلاقي امور معقده. خدت صدمة كبيرة، والصدمة الكبيرة دي ربك هو اللي عالم كان سببها ايه. صدمة كبيرة، او عندك حد في بيتك مصدوم من حد، الله اعلم، بس كان في صدمة خدتها، انت خدت ضرب على راسك قوية. وفي نفس الوقت عندك حد من العيلة مريض او مسجون او في خنقة او في ضيق، الحد ده انت زعلان عليه، ربك هيشفيه. خلي بالك ومش عايزاك تاخد قرارات متسرعة الأيام دي، علشان خاطر انت محسود، والحسد ده ممكن يخليك تنفصل عن الشريك، الحسد ده ممكن يخليك تمر بأزمة وبعد كده تندم عليها، علشان انت الأيام دي عندك طاقة ندم. أقدر أقولك ان في خبر حلو، والخبر الحلو ده يعني طال انتظاره لحياتك. انت الأيام دي حرفيا بتحاول تبدأ حياة جديدة، بتحاول تركن كل الأوجاع وكل المشاكل اللي انت بتمر بيها حاليا، علشان انت مستعد، يعني بتحاول تستعد. بس في هنا تربط وفي حسم موضوع، يعني اقدر اقولك ان انت عليك قيود، وفي زعل بينك وما بين شخص، الشخص ده هيكون فيه كلام بينكم، والتعقيد اللي انتوا فيها دي هتتفك. بس خلي بالك من نفسك، علشان في ناس حطاك في بالها، وفي ناس بتتكلم عليك ودايما جايبه في سيرتك، وانت من طيبه قلبك مدي الامان. هتفضل لحد امتى مدي الامان؟ ما تديش الامان زياده عن اللزوم، علشان محدش هيقدر ابدا اللي انت بتعمله علشانهم، بالعكس هم هتلاقيهم بيطعنوا فيك، وكمان هتلاقيهم واخدين كل الحاجات اللي في حياتك. عارف السبب اللي مبوظ لك حياتك ده كله؟ هو شخص، شخص كده هو اللي مضايقك، وعشان كده دموعك على خدك. بتشتغل او مقدم في شغلانه الله اعلم، بس فكر بايجابيه شويه. انت دايما بتحاول تعافر، بتحاول تبني وتكمل وتشتغل عشان خاطر توصل لهدفك، فمهما تعمل انت كده كده هتوصل لهدفك في ان شاء الله باذن الله. بس ليه دايما اقول لك ان انت عندك صراع بينك وما بين العقل؟ العقل والقلب عندك في صراع دايما، الاتنين مش راضيين عن بعض، العقل عايز حاجة عندك والقلب عايز حاجة تانية خالص، وعلشان كده انت مخنوق. عندك هنا انفراجة، انفراجة حلوة جدا،
بس انت مشكلتك ان انت بتتعامل بنية صافية مع اشخاص هم مش فاهمين كده، فاهمين ان انت ضعيف، فاهمين ان انت بتحبهم ومش هتقدر تستغنى عنهم، بس انت مش كده، انت مش كده، يعني انت مش زي ما هم فاكرين. يعني انت الايام دي هيكون عندك امور هتحسمها، وعندك تغيرات حلوة مع طاقات ايجابية هتوزعها عليك، بس هم هنا بيتكلموا عليك ومش بيت... يعني بيتكلموا عليك وجايبين في سيرتك في توهم انت ما كانش ما خطرتش في يوم على بالك. بص هنا، انت هنا دايما بتعمل الخير وبتلاقيه شر. بص القلب عندك موجوع، دعيت ربنا في يوم من الايام ان ربنا يفك كربك، فما تقلقش علشان الفرحة دي هتتوزع عليك علشان انت دعيت ربنا وربنا استجاب لك. في هنا كمان تقالب امور او تقالب حياه، يعني في هم او في مسؤوليه انت شايلها لوحدك ومحدش شايل معاك في حاجه. بتعافر ومازال بتعافر في امور معقده في حياتك. الفتره اللي جايه دي هيكون عندك نجاح، والنجاح ده هيجيلك من ورا كلام انت هتسمعه هيضايقك، بس بعد كده هتحس قد ايه ان كان من بدري المفروض تسمع الكلام ده، علشان الكلام ده هيخليك تعمل قعدة، وهيخليك يكون في كلام، وهيخليك تعرف عدوك مين حبيبك الفترة اللي جاية بإذن الله بفضل ربنا. بص انت بتاخد خطوات غريبة في حياتك، بس روحانياتك عالية جدا، او الحاسة السادسة عندك عالية، وعلشان كده هيكون عندك دعم حلو مع حظ وفير الفترة اللي جاية بإذن الله. انت واقف في طريق صعب، طريق حس ان هو هيموتك. لأ انت مش واقف في طريق صعب، انت الطريق ده سهل قدامك، بس هو فيه شوك كتير من الحسد، الحسد الشديد اللي مخليك ركبة فيها وجع، صداع مستمر، ومن كتر شدة الحسد عليك خنقة في النفس وإرهاق، ومفيش اكتمال في أي حاجة، ده بس سببه العين والحسد. انتوا متألقين وقلبكم جميل وحياتكم جميلة، فما تسمعوش لحد أبدا، علشان انتوا مش ضامنين هما بيحبوكم فعلا ولا هما قاصدين يخنقوكم ويضايقوكم. فياريت تركزوا على أهدافكم وتركزوا على الخير اللي جاي لكم. اقدر اقول لكم ان انتوا عندكم شراء اشياء جديده، والاشياء اللي انتوا هتشتروها دي هتكون حلوه. انت داخل على الايام اللي جايه وخايف، خايف لا يحصل لك نفس اللي حصل لك الفتره اللي جايه. لا ما تخافش من حاجه ابدا طول ما انت واثق في حكمه ربنا. لو انت فضلت لو فضلت خايف مش هتلاقي اي استكمال في حياتك ولا اي خبر هتسمعه. لا انت عافر، جاهد، اوصل، كمل، علشان الفرح لحياتك الايام اللي جاية هيتحصد فيه اخبار سارة. اقدر اقول ان في فترة من الفترات هتكون فترة تعب وازعاج من اشخاص موجودين في حياتك وانت لسه ما طلعتهمش في حياتك. الاشخاص دول على قد ما هيجيلك منهم قلق، على قد ما هيكون عندك نجاح في امور هتخلص. طب ابشرك بشرة حلوة، في هنا انتصار على بعض الاعداء، على بعض الاشخاص اللي عمالين يخططوا لك ويوقعوك في حفرة من فترة. انت عشت بعض المتاعب، عشت بعض خدت فترة من الفترات اللي كنت وقعت فيها او مريت بأزمة وتعبت نفسيا وصحيا. لا قلبك اللي اتكسر ده اكتر من مرة، ربك ان شاء الله بإذن الله هيوريك الاختيار الصح، وهيعرفك ان اللي انت عشته الفترة اللي فاتت كان غلط وما كانش ينفع تعيشه. في فلوس جيالك، والامور زي ما قلت لك اللي هي بتتاجل في حياتك دي تاجيل من عند ربنا، فانت ما تقلقش، عندك هنا امل جديد. في كمان اجتماع حلو جدا هيدخل في حياتك. انت هنا بتحاول الفتره دي تركز في بعض امورك علشان تجيب لك انفراجات. طيب خلي بالك من شغلك، خلي بالك من بيتك، خلي بالك من شريك حياتك، خلي بالك من الحاجه اللي في حياتك، وبلاش ان انت على طول تشتكي من وجع في الدماغ، ده بسبب بس المشاكل وبسبب طاقة التفكير اللي انت ماسك فيها ومش عارف تطلع منها. اطلع من طاقة التفكير دي علشان امورك تبدأ تتظبط. وعايز اقولك على حاجة تاني،
بلاش الاستعجال، اوعى تكون مستعجل، حاول الفترة دي ما تبقاش مستعجل ولا في قرار ولا في حاجة ولا في اي امور ابدا، بالعكس كون هادي جدا علشان خاطر انت الحاسة السادسة هتخليك تشوف او تحس بحاجات محدش بيحس بيها او حد ممكن في يوم من الايام يحس بيها ابدا. انت هتكون متألق وواثق دايما من خطواتك وده اجمل ما فيك. طيب البعض منكم، بعض منكم ممكن يكون عنده قلق، عنده خوف او عنده حيرة. انت هنا دايما محسود في اموالك، وخلي بالك انت هنا بص شايف اختيارين حيران فيهم او مشكلتين او موضوعين الله اعلم، بس انت عندك كذا حاجة حيران فيها. مشكلتك انت لما بتدخل في موضوع او في حاجة تحيرك ما بتعرفش تاخد، او ما بتعرفش يعني ما بتعرفش تاخد موضوع، بتلاقي الضغط عليك ومتقسم على حياتك. في بعض الاحيان بتحس ان انت خلاص مش عايز حاجة من الدنيا، عايز تقف خلاص، حاسس بالتقلب، حاسس بالضغط، في حاجات كتيرة جدا هنا حاسس ان هي بتحصل لك وانت ملكش دعوة بيها او ملكش ذنب فيها. بالفعل انت في حاجات كتيرة فعلا بتحصل لك انت يعني مش مفروض دي تحصل لك، بس ما تقلقش، ربنا علشان زي ما قلت لك بيحبك فهتلاقيه بيبتليك، وعلى قد ما ربنا حب عبده بيبتليه، فانت ما تقلقش. طول ما ربنا بيبتليك اتأكد ان ربنا بيحبك وكمان عايزك تكون احسن حد في الدنيا، فدي حاجة ما تقلقكش خالص، بالعكس انت بس كون منصور وكون واثق من كل الخطوات اللي هتكون في حياتك الفترة اللي جاية بإذن الله. في دايرة والدايرة دي مقفولة عليك، يعني انت الدايرة دي مقفولة عليك، مش عايزاك تيجي على نفسك عشان ترضى حد، مش عايزاك تيجي على اي يعني مش عايزاك تيجي على صحتك ولا تيجي على اي حاجة تخص حياتك علشان خاطر انت مخنوق. بص في شخص هنا في حياتك ندمان ان هو خسرك، شخص صدمك او زعلك في كلام، ندمان عنده طاقة ندم، زعلان قوي ان هو سابك وان هو خسرك، ونفسه يكلمك بس خايف منك، خايف من ردة فعلك او خايف. في هنا خدعة، انت حد خدعك من اصدقائك، حد خدعك من مقربين ليك. مين حرف الالف؟ حرف الالف اللي هو موجود في حياتك، الشخص ده مخنوق ومتضايق وانت بتدعي ربنا يفك كربه، وان شاء الله باذن الله ربنا يفك كربه. ما تقلقش خالص، كل الخير هيكون قادم لحياتك الايام اللي جاية باذن الله. وبكده نكون خلصنا قراءتكم، يا رب تكون نالت مرادكم ونالت اعجابكم، وانتظروا مني كل ما هو جديد الفترة اللي جايه.